يا ولي يا وليد يا احمد يا جميل حبيبي. يقولون علي، اسال احمد من هو اول شخص لقب احمد بالجنرال بجنرال كاريزما، من هو الشخص الاول؟ هذا وانا على خشبه تحت الضوء، الله لا يعيدها. اوه الله لا يعيدها. رجعت بالتصويت يوم اللي راح، هذا الاخير السبت اللي راح. ممتاز. يوم رجعت من التصويت طلع عبد المجيد الذيابي قال هذا جنرال كاريزما، هو اول شخص يسميك في الجنة. هل تشوف انك تستحق هذا اللقب؟ انا اصغر من الجنرال كثير. لا، وممكن انك تكون انت اكبر في عيون الناس كثير. هذا اللي اتمنى والله. الله وهذا الشيء انا اقول لك ان هذا الشيء اللي صاير ترى. اللهم لك الحمد. نعم، انت هذا الشيء اللي صاير. احمد الفراج في نظره الناس، اغلب الناس واكثر الناس اللي يحبون احمد الفراج، ان حتى فوق جميع الالقاب. انك انت جميل، صاحب قصص جميله، وان نستمتع معك حبيب قلبي. انا والاهل والناس اللي يتابعونك الله يجعلني يا رب.